بنروح للبصرة. البصرة مشكلتها الأزلية دائما في كل صيف، هي حتى في الشتاء لكن في الصيف أكثر، هي موضوع أزمة الكهرباء. يمكن أزمة الكهرباء أيضا موجودة في كثير من المدن لكن تختلف الطقس من مكان إلى مكان. في البصرة الموضوع يختلف تماما، موضوع الرطوبة العالية اللي تخلي الناس تكره حتى نفسها، لأن يعني الرطوبة عالية جدا. ما مجربها أنت؟ لا ما مجربها. ما يسمى بالشرجي، فالشيء غير طبيعي. فالناس تشتكي من أزمة الكهرباء، والناس صاعدهم عدم ثقة بوعود وزارة الكهرباء إنه من تقول إن إحنا حنصدر كهرباء أو راح يتحسن موضوع الكهرباء. راح نشوف الناس شنو حكت عن أزمة الكهرباء وكيف وضع الأسلاك في هذه المدينة. اهلا ومرحبا بكم. ازمه الكهرباء في العرق الذي من فك ان يفارق الاهالي في الحلم واليقظه. هذه الازمه تتفاقم مع حلول فصل الصيف، وكما تعرفون صيف البصره اللاهب الساخن، ومع زياده ساعات القطع المبرمج وغير المبرمج تبقى معاناه اهل المدينه مستمره. شو اريد اقول وزير الكهرباء، أنت وعد الشعب العراقي سنة 2013 راح نصدر الكهرباء، راح يكون عندنا فائض زائد. إضافة إلى ذلك قلت على أصحاب المولدات بيعهن خردة في الأسواق. إحنا لحد الآن ما ناسين وما نايمين على عيوننا، لأن نعرف هالمواعيد أو الوعود كاذبة. فلوس موجودة، أموال موجودة، كفاءات موجودة، شباب ضالين. إضافة أكو مهندسين أعرفوا مانا، مهندسين كهرباء ضالين عاطين على العمل، توظيف للأحزاب فقط، والعم خالك والعرف. إضافة إلى ذلك توظيف بفلوس، ما شفنا أي كهرباء. وإحنا من خلال قناتكم قناة الشرقية نطالبهم، بل واجب عليهم يحسنون الكهرباء، لأن بعد ما نتحمل إذا ما قدرون إحنا نطب مكانهم نشتغل. مع هبوب أول لفحة هجير عراقية في الصيف تنهار المنظومة الكهربائية، فإذا بالقطع المبرمج تمتد وحداته الزمنية وترتفع مع ارتفاع درجات الحرارة، ويبدأ الحديث القديم الجديد عن الأعطاب والأتلاف المستديمة على الأسلاك والموصلات والقابلوات. جينا اليوم ساعة ساعتين وهاي المولدات تشتغل، المولد بعشرة آلاف والناشط لحق شو اسمه؟ اعتماد على الامبير، يعني وطنية ماكو منتهين من عندها، تجي ساعة ساعة ونص وتنطفي. إذا عطل المولد بعد تروح الكهرباء على يعني ما يجون يصلحونها ويرفعون المهاولة ونفسها يرجعونها من العاطلة، أي فما تتحمل يعني كهرباء بالصيف منتهين من عندها. ما أظن الكهرباء تحسن، لا يعني كل سنة عن سنة كل ما نتأمل نقول عسى ولا على الكهرباء تصير زينة. السنة الجاية اللي وراها 2013 2012 مرت علينا 2013 وقالوا الكهرباء تتحسن ونفس الوضعية ماكو تحسن. يمني النفس صيفا تلو صيف وشتاء إثر شتاء، أملا منه في أن تحل معضلة الكهرباء. هذا هو حال المواطن البصري. والله أستاذ احنا كل سنة تجينا وعود، هالسنة تصير الكهرباء زينة، السنة الجاية تصير الكهرباء زينة، ما ندري يعني يا سنة راح تصير الكهرباء زينة. الكهرباء بفترة الشتاء لا يعني تقريبا زينة، بس هي تحتر الدنيا ويصير جحيم على أهل البصرة. يعني تصور حتى ب 12 بالليل بالوحدة بالليل تنطفي الكهرباء، زين الواحد وين يروح بنص الليل؟ الظهر تنطفي الكهرباء، الصبح تنطفي الكهرباء، تقعد من النوم تيجي الكهرباء تتغسل وجهك ماكو كهرباء ماكو. يعني واقع الكهرباء خاصة محافظة البصرة وخاصة بالصيف جحيم بجحيم. وهاي الوعود تجينا من المسؤولين، يا مسؤول يجيب لنا انتخابات، يا مسؤول هاي يوعد، اول شيء يوعد بيه راح نسوي الكهرباء زين البصره. هي اذا الكهرباء صارت زينه بالبصره كل شيء يصير زين. ما يصير الشتاء كهرباء زينه، ما يصير الصيف كهرباء مو زينه، وخاصه عامنا بايام الشرجي. اذا صار شرجي بعد احنا نقل على البصره السلام، يعني ما نقدر يعني ماكو بيت ما بي مريض، ماكو بيت ما بي حاله. يعني انا قبل شيء ما سويت عمليه طلعت من المستشفى قلت الدكتور يعني بالك على بالك
ايش يريد من البروده ما عندك؟ يعني قاموا يهفون علي ويدرون بيا كل زينه. بات موسم الصيف الطويل من اصعب فصول السنه واكثرها شقاء لدى المواطن العراقي. فبعد ان يقترب الفصل اللاهب تبشر وزاره الكهرباء بتحسن مفترض، ويبدا الحديث عن اتفاقات ابرمت مع الدولة سين ومع الشركة صاد، وفي وسط هذا يبدأ الحديث عن حياة سعيدة وعيش رغيد لينعم فيها العراقيون بعد تعب السنين العجاف. لكن يصحو المواطن بعد ذلك مدركا أنه بحاجة لرفع يديه إلى الله والدعاء بأن يلغي فصل الصيف ويلغي حتى الشتاء، لأنه لا يجد نفطا في الشتاء ولا كهرباء في الصيف. موضوع اعتقد انه طبيعي في كثير من المدن، بس احنا خلينا نعلق على موضوع الاسلاك الكهربائيه. تدري انه مو كلها هي يعني واصله للبيوت، اي عطل يصير يعني في سلك قبل او مقطوعه. اي قبل احنا صح. كنا نروح نتعنى ونشوف نفس السلك ونروح نصلحه او نشيله ونبدل غيره. حاليا الناس لا، ما تروح تتعبي انه اسلاك شائكه، فيقطع البدايه والنهايه، يبقى ترى بالنص. فلذلك صار عندنا اعداد كبيره من الاسلاك اللي شوهت المدينه، الناس صارت كهربائها دفن، واحنا عندنا كهرباء وطني وكهرباء مولده بهذا البشاعة. المدن العراقيه انه الخطوه اللي اتخذتها محافظه كركوك ومدينه كركوك اللي هي بازاله هذه الشبكه العنكبوتيه وتبديلها بكيبلات رئيسيه حتى انه توصل ويكون منظرها حلو لائق للمدينه اللي يكون بها المواطنين. اكيد انه هذه الازمه او هذه المشكله انه كل المدن العراقية تعاني من عندها، وأيضا أنه المشكلة الرئيسية اللي هي موجودة في مدينة البصرة من منطقة الشعلة أنه كهرباء صارت 3 أيام ما عندهم. أكيد ويانا أحد المواطنين اللي هو أبو علي راح يسولف لنا عن مشكلته وعن الأزمة اللي حاصلة في مدينة البصرة. مرحبا أبو علي. ألو أبو علي تسمعني؟ ألو أسمعك تفضل. مرحبا أبو علي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ابو علي. صارت 3 أيام انه في منطقه الشعلة من مدينه البصره ماكو كهرباء. انا مواطن من محافظه البصره وجاي نعاني من شحه الكهرباء المستمره. نعم. يعني الانقطاع المتكرر وما جاي يسوون انقطع الاتصال. ابو علي طبعا هي مناشده وصلت عبر لاهل المدينه. نشكر احنا ابو علي انه لجا الى اهل المدينه حتى ينطينا الموضوع. يعني مثل ما انت ذكرت انه 3 أيام ما عندهم كهرباء. مشكله هذه كبيره، يعني مو اكو قطع وانما اكو 3 أيام ماكو كهرباء نهائيا. حتى يعني نوصل صوتهم للمسؤولين مثل ما تعودنا. فينضم لنا السيد مصعب المدرس مدير اعلام وزاره الكهرباء. مرحبا استاذ مصعب. حياك الله. نعم، يمكن سمعت المشكله. احد المواطنين من منطقه الشعله في البصره صار لهم 3 أيام عندهم مشكله في الكهرباء، 3 أيام ماكو كهرباء نهائيا. عندك علم استاذ؟ واذا ما عندك فاحنا وصلنا لك الموضوع. المحاولة لتغذية معظم هذه المنطقة استبدلت المحاولة بمحاولة سعة أكبر للسكيبي. صار العطل طبعا هو اللي كان مثل عليها التقاطع يحصل البلدية. الإشكال حدث نتيجة أخطر العلاجات داخل اللي تابعة حصول دهش وطاقات عالية إلى عطل محول. الوزارة أيضا من أجل تكرار هذه الحادثة مستقبلا خصوصا على أشهر رفعت القدره للمحول وتبدلت من محول 400. نعم استاذ مصعب احنا نعتذر منك، الصوت غير واضح. لكن نعم احنا يعني اهم شيء انه وصلنا لك الفكره ونعيدها عليك، انه في منطقه الشعله في البصره يعانون صار 3 أيام ما عندهم كهرباء. وللاسف احنا احد المواطنين من هذه المنطقه يعني راد انه هو يطرح المشكله، لكن احنا فهمنا الموضوع ووصلنا اليك. يعني استاذ مصعب يعني راح نحاول اتصال بك مره اخرى لان الصوت كان غير واضح حتى نفهم اكثر من الموضوع. بس اهم شيء انه وصلت الفكره حتى انت يعني من خلالك تقدر توصلها الى دائره الجنوب، دائره الكهرباء في الجنوب. طبعا احنا نشكر
استاذ مصعب، لانه احنا قبل فتره طرحنا مشكله في حي القادسيه في كركوف، كان استاذ مصعب ما يعرف بها، لكن بنفس اليوم تم حل المشكله، وكانت مو بس حي القادسيه يعاني من المشكله، وانما مجموعه من الاحياء كانت تعاني من موضوع، كانت عمليات عسكريه ادت الى قطع الكهرباء، لكن بنفس اليوم كانت هناك فرقه قد ذهبت الى كركوك الى هذه الاحياء وعادت الكهرباء من جديد. لذلك احنا قلنا من رجعنا النشره الكهربائيه قصدنا انه نشوف مشاكل الناس ونوصلها للمسؤول، لان المسؤول احيانا ما يعرف كل المشاكل الموجوده في كثير من المدن، وخاصه موضوع الكهرباء يعني اشياء طارئه تصير في بعض المناطق. لذلك احنا وصلنا صوتنا حاليا هسه البصره، منطقه الشعله صار من 3 أيام ما عندهم كهرباء، فيعني اكيد احنا اي مشكله توصل مثل ما سوى ابو علي يا ريت توصلوا لنا هذه المشاكل الطارئه اللي تصير في اي مكان في اي منطقه في اي بيت عن طريق مواقعنا الاجتماعيه او عن طريق الاتصال بنا وعن طريق الايميل، واحنا ان شاء الله راح يتم الرد عليها من خلال يعني ايصالها الى وزاره الكهرباء سواء في المركز او في المدن العراقيه حتى نوصل الى حل، لانه حرامات الناس ظل 3 أيام و4 أيام بدون كهرباء، ومن الممكن انه هو خلل فني بسيط من الممكن حله، فاحنا راح نبقى متواصلين وياكم، راح نكون حلقه توصل ما بين المواطن وبين وزاره الكهرباء. وزاره الكهرباء ايضا انه مشكور السيد مصعب المدرس انه على التفاته اللي هي لمحافظه كركوخ ولمدينة كركوخ اللي كانت في منطقه القادسيه وحل مشكلتهم. نتمنى انه مشكله منطقه الشعله في مدينه البصره اليوم هم تنحل، ونتمنى من الحكومه كلها انه مشكله الكهرباء في العراق من شمال الى جنوب تنحل باسرع ما يمكن، لان صار 10 سنوات والحكومه عاجزه عن وجود حل لهذه الازمه الشائكه. طيب.